غازم من بيجنا برش كويت هذا الكلام. يك باته لوشنا يترات ريمر توش يك اتثاق بيجيت من مريا كوتر أسر هيا سدست إزبار خلت شاسرة سوات مزدكون ينقدنا كاتنا يتسسر مينستر دكتور كاسون غوفي أستوكو. بولت شاسرة سوات يبجت هامت يترات رينا كباته لوش يوش ينق دافس أسمن بمشاشل كان أسرفو يوش ينق كسوات متو خمسة مليون بربلا جوي لماسكينت رب الرب يتدرج جامهونون مينسترو قال سؤال ينن ترات ليك زي ماشل يك باته لوشنا يترات ريمر توش يك اتثاق بيجيت من مريا كوتر أسر هيا سدست إزبار خلت شيء أسرع سبات مس دكونم دكتور كاسون بمحاضرة تسرجت أشجع استوقال من مريض بزر فويس تارين بروي جبيت مانة كوتشن كم فتات بشجر وتشين بمكان نست الرشين نتن بمعشاش لنا يجبيت سنسلة بمعساتر يوتشين قدرتها دارين نتن عندما يرجع قدم قل سؤال بمهونم لكيوتش متشوهني طان بمتكم مرت عندي جزونا عندي لكو مينسترو تريكر بوال كوتش በቦይንግ ላይ የተጣለው እገዳ እስካሁን በኩባንያውና ሰራተኞቹ ላይ የ5 ቢሊዮን ዶላር ኪሳራ እንዳደረሰባቸው ተገለጸ። የዓለም አቀፉ የማሽነሪዎች ማህበር አባላት በቦይንግ ላይ የሥራ ማቆም አድማ ከጀመሩ አንድ ወር ያስቆጠረ ሲሆን በዚህ ጊዜ ውስጥ ወደ 5 ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ ኪሳራ እንዳስተናገደ አንደርሰን የኢኮኖሚክ ግሩፕ ለሲኤንኤን ባጋራው ትንታኔ አስተዋውቋል። ትንታኔው የአውሮፕላን አምራች ኩባንያው ከባድ የፈተና ጊዜን እያሳለፈ እንደሆነ በመግለጽ ከባለፈው መስከረም 13 ጀምሮ 3000 የሚሆኑ ሰራተኞች አድማ ካደረጉበት ጊዜ አንስቶ እስካሁን በዋሽንግተን ቅርንጫፍ አንድም የአውሮፕላን ምርት ተመርቶ እንደማያውቅ አብራርቷል። በመጀመሪያዎቹ 4 ሳምንታት ውስጥ በቦይንግ አቅራቢዎች ላይ የደረሰው ኪሳራ በአጠቃላይ 900 ሚሊዮን ዶላር ሲሆን በዓለም ዙሪያ ያሉ የቦይንግ ደንበኞች የአየር መንገዶችን ጨምሮ በአጠቃላይ 285 ሚሊዮን ዶላር ኪሳራ እንዳደረሰባቸውም ተገልጿል። ለሰዓቱ ያዝናቸው የቢዝነስ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ከዜናዎቹ ጋር ዘመን በየናብራችሁ ቆይታ አደረኩ። ከቀሪፋና 90 ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ።